إن مع العسر يسرا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. إن مع العسر يسرا، هذه بشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر. أيها الإخوة، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة في راجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولاً مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومبضع الجراح وحرقة الوالدة. حرقة في القلب، مبضع ماهر، عقل حصيف، تحل به كل مشكلاتنا. إن مع العسر يسرا. الصحابة الكرام هم علماء في اللغة، أكدوا أن التكرار له قواعد. أيها الإخوة، الاسم المعرف بأل إذا تكرر يعني الشيء ذاته، أما الاسم النكرة إذا تكرر يعني أن الثاني غير الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر المعرف بأل تكرر هو نفسه، العسر هو العسر، لكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الأولى لها معنى والثانية لها معنى. من ذلك قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. في يسر أول ويسر ثاني، أما العسر المعرف بأل عسر واحد. لذلك في الآية إشارة بعيدة وبديعة إلى وجود الفرج في الشدة. الفرج موجود في الشدة، مع أنه يأتي بعد الشدة تطميناً لنا. وأنت في ضائقة، هذه الضائقة تحمل في طياتها بذور الفرج. لذلك لا ييأس إلا قانط من رحمة الله، والقنوط كفر. لذلك أيها الإخوة، النكبات والآلام المتتابعة تسبب ثقافة يسميها العلماء ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. هذه أخطر علينا من أعدائنا، أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل. أيها الإخوة، هذه الحالة المرضية لها أسباب، أحد أسبابها التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد. يعني يكفي أن يقول الأب أمام أولاده: ما بيدنا شيء، انتهينا. تسرب اليأس إلى أولاده. أكبر سبب لهذه الحالة الداخلية المؤلمة هي التربية الخاطئة. والمؤمن متفائل، والمؤمن يبث التفاؤل في نفوس من حوله.